ما كانش كيدفع الكره للقدام. شكرا، سنعالج الآن على ملعب بكرة عمار بسلاعرفات بزاف الاحتجاجات لا من طرف الوداد لا من طرف رئيس الجمعية السلوية على التحكيم ديال السيد ضحية. كنشوفوا اللقطات كلها ونشوفوا شنو الأخطاء اللي كان يمكن يكون طافي فيها السيد ضحية. هنا كنبداو ب حالة ديال التسلل اللي أعلن عليها الحكم المساعد الأول، ولكن من خلال الإعادة غادي تبين بأنه اللاعب انطلق من وضعية سليمة وما كاينش جاي من الخلف، والحكم النسوي اللي يكون وراء الخطأ ما ديال كاينش هدف التسلل هنا، مويتيس. لأن اللاعب اللي مشى جا انا من ما الخلف. تسجلتش، ما وقعتش العاطفة، ولكن كانت تسجلت وقع مشكل. شوف الحالة الثانية، دائما هنا المباراة غير الديفياسيون ديال الكرة ديال من الكرة ديال اللي هنا. نزل، هنا طالب الجمهور الوداد بضرب ولكن الجزاء. هنا اللاعب راه نزلها مع هذه الكاميرا اللي عندنا حنا من هنا، نزلها بالصدر ديالو رغم انه كتبان هنا ما وضحناش من الخلف، لانه الطريقه باش نزلت الكره نزلها جزء من الكتف وجزء من الجسد ديالو حبه، لو كانت عندنا بالصوره من الامام باش ولكن تكون هي الكره اليد ما كانش خاص لا بيده. من غير واخا لا كنزلها نعم. كامله باليد كما كنقولوا بردها للحارس ديالو، راه غتكون ضربه جزاء بالضبط. لانه تعمد يلعبها باليد. شكرا سي مصطفى العزيز. نشوفوا الهدف اللي تحسب بصالح الجمعيه السلويه. الهدف في اول الامر تيبان هدف مشروع ما فيش نقاش هو هنا نهائيا، الهدف سليم. لكن اليوم الموقع الالكتروني ديال الوداد نيوز بوان كوم تيقول بان الكره خرجت في اول وهله انا غنشوفها الشوط. بالعرض الباطئ، نحاولوا نتبعوا الشوط من اول جبناها من وهله. الاول لان هنا فين وقع الشك، على ان الكره تجاوزت خط التماس. ها احنا تقناها وقفناها في جميع الوقفات اللي لاحظتي الكره دائما فوق دائما الخط، عندها واحد طريف فوق واحد الخط. جزء منها فوق الخط، والقرار ديال الحكم مساعد صحيح لان الكره هنا ما تجاوزتش كليا. الاخ اللي كتشرح لنا اكثر هذه القضيه ديال تجاوز الكره لا الخط المرمى ولا الخط التماس. وكنظن شرحناها في قبل، نعود نشرحوها، ما كاين غير مشكل. غير الكره خصها تتجاوز كليا سواء في الارض او في السماء جميع الخطوط ديال الملعب، لانه الا بقى واحد الجزء منها فوق واخا الخط صغير واخا صغير كتبقى يعني ماشي محسوبه. لو تياغ ولا 70 لا في لا، لانه كاين بعض المرات كتكون الكره كليا نازله على 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 برا من الملعب، غير داك الداره ديال الكره، الداره ديال الكره كتكون جزء منها فوق الخط. يعني لا نقد نعطيك غير مثال، نقد نقول لك 90% ديال الكره محطوطه فوق على برا من الملعب، و10% هذا غير مثال فوق الخط. هنا الكره كتحسب باقه ملعوبه، يعني هنا جزمتي هنا بلا هنا الكره ما خرجتش والاصابه جات صحيحه لانه الكره ما تزوجش خط معناها ان التماس الكره ما تزوجتش كليا، كليا خص باش خص تكون كليا تماس ولا تكون اصابه، خص الكره تجاوز ما كليا يبقى حتى جزء 100% منها، ما يبقى حتى الخط، جزء منها يعني فوق الخط. يبقى جزء من نقيس الجير. الصباغه او هذاك خص نعم. خص الكره كتبقى ملعوبه. الشرح ديالك واضح. نمشيو للاصابه اللي كان للجيل مويتيس واللي تم الالغاء ديالها، واللي عرفت هناك احتجاجات داك كبيره ديال لا هنا الحالة ديال هنا الطرد، الحاله ديال ديال الطرد. الطرد اسمح لي اللاعب الحاله ديال اللي الطرد شج اللاعب قبيله راه هو اللي هو ورينا اللي نزع سجل ولا القميص، وهنا كيفاش صر على ارتكاب الخطأ، حيث دار ثلاثة الأخطاء، دار الخطأ الأول ها هو ربما الحكم كيشير لها، بحيث في نفس الوقت دار بزاف الأخطاء مسترسلة. هذا غير الجزء الأخير من العملية، مرة كدار عمليات أخرين. والحكم وهنا رشح له. هنا اللاعب راه كيصر على ارتكاب الخطأ، وكاين الحاله ديال ارتكب بزاف الاخطاء وعنده انذار، الحكم عطى انذار الثاني يعني والطرد. لا الطرد هنا مشروع، هنا انا لحد الان الحكم لا القرار ديالو ممتاز. مزيان، القرار ديالو بقينا مزيان. جوج حالات اللي وقع فيهم بوليميك. الحاله الاولى ديال اصابه ليس مويتيس بعد التمريره من هشام اللويسي، هنا من هذه الوضعيه ما يمكنش ما كانش نحكموا حكم عليها، نهائي، غادي نشوفها من الكاميرا الجانبيه. هاي الكره خارجه خارجه ومازال ما خرجش وانطلاقه اللاعب، ديال اللاعب ونفس كان الحكم في المساعد وضعيه. هو اللي كان إذا زود كان الشوط. ممكن نعاودوها، لأنه احنا دورنا على عاد عاد حتى عن عاد علن عاد علن تخبط كره بويتيس وكان يسجل، عاد علن على لأنه إذا الشوط. كان ممكن من منذ الانطلاقة دورنا على الخروج الكرة والخروج ديال اللاعب الكره خارجه، خارجة، خرجت يعني ديجا من رجل ديجا خارجة. لويسي ومازال مويتيس ما سبق المدافع. لأنه اللاعب هنا في وضعية سليمة، وهنا القرار ديال الحكم يعني خطأ. هنا الهدف مشروع 100%. مرة أخرى الحكم المساعد تلغيه لأن ما كانش متوقع، ما عرفش متوقع مزيان ولا مش متوقع لا مزيان، في الانطلاقه كانت موقع مزيان، ومن بعد باش يزول الشك. غير القرار ديالو اللي كان خطا. واش القضية ديال يزول الشك شنو هي هذا؟ ايوا هو شنو عنده في التصور؟ ما نشوفوا هدف آخر هذه المرة سجلوا فريق الجمعية السلوية ولغاه الحكم. هنا اللاعب لعب الكره مع المدافع ديال الوداد،
وقضت مباشرة للمرمى، نشوف العرض البطيء بحيث هنا تهز، ما كاينش هنا خطأ، ما كاينش هنا خطأ اللاعب ديال الوداد، هو الحكم هنا أعلن على خطأ ضد. بزاف الناس يقول لك علينا قبل ما يلعبوا كانوا علينا ما كاينش خطأ. لا حنا كنهضروا على الخطأ اللي علن عليه، شنو هو النوعية ديالو، هنا ما كاينش الخطأ اللي علن عليه. نعاود نديروا الاناليز الحصيلة ديال المباراة. الهدف الجمعية السلوية هدف صحيح، كرة تجاوزت خط لا داك التماس، صح ما كانش. الطرد ديال الوترة صحيح. الهدف الجلمويتي صحيح، مع كل اسف الغاه الحكم، حكم مساعد والهدف اللي سجل الجمعيه السلويه صحيح، مع كل اسف ما كاينش خطا اللي عندنا عليه. يعني هنا يمكن نقولوا بان الاخطاء ديال التحكيم كانت متوازنه، متوازنه مع كل اسف كنا نفضلوا ما يكون خطا التحكيم، ولكن اخطاء كما كانت